لو حسيت بالممثل اللي عنده بانيك رهيب في التصوير، ايه طريقتك انك تعرف تتلم الموقف؟ يعني ما حصلش ان الممثلين قبل كده حصل لهم ان هم عطلوا تماما، لقوا نفسهم فريز كده مش عارفين يعملوا حاجه؟ حصلت لك قبل كده؟ ممثلين جداد ما اعرفش انت بتشتغل ازاي، بس انا بعمل بروفات قبل يعني اثناء التصوير. انا بعرف بالظبط الكاميرا هتتحط فين، الفريم اللي انا عايزه، بتناقش مع مدير التصوير ايه اللي بعمله اثناء ما مدير التصوير بينقع. ما بقعدش اتفرج عليه، بقعد مع الممثلين. عنده احساس، عنده اسئله، عنده توتر، عنده مش عارف ايه بتاع، بتعالجها مفيش حيل. ايه اللي طالبه منك الممثل كمخرج؟ انك تطمنه. لا، انك تبقى شايفه. صح. شايفه. انا شايفك. صح. ده اللي بيديله الاحساس بالامان. انا العين اللي شايفك وشايفك حلو، ده الامان اللي اقدر اديه. احنا التمرين الجاي قبل الفاينل خالص، قبل الفاينل تشالنج، هيبقى تي في ستيشن. هقسمكم لجروبس وعليكم تختاروا 3 قنوات. في كل قناة لو أنا قلت القناة الأولى لازم أشوف إيه اللي على القناة الأولى، وكل اللي في الفريق بيمثل القناة الأولى. يعني ممكن حد يكون مذيع، حد من قلب الحدث، وحد تاني بيعمل ننقل يعني كده. ليكوا اختيارات، ممكن تبقى مسلسلات، ممكن تبقى أفلام، ممكن تبقى قناة دينية. خلي بالكوا إن أنا لو قلت عليت صوت التلفزيون صوتكوا هيعلى، وطيت صوت التلفزيون صوتكوا هيوطى، عملت ميوت هتتكلموا كده من غير صوت. لو حولت القناة الميوت لسه موجودة، لازم أعلي عشان الناس بتنسى القصة دي. تمام؟ فايدة الموضوع ده إنه بيقرب الممثلين من بعض بسرعة جداً، وبيكسر حواجز كتيرة قوي ما بينهم، لأن خلاص كل واحد بيقول أنا هعمل كذا، أنا هعمل كذا، طب إيه رأيك تعمل كذا؟ فبيخليهم يتكلموا مع بعض، ما بيبقاش فيه الحيطان اللي بيبنوها ما بين بعض. القناة الأولى. الآن إحنا نحب نرحب بكم في القناة، وجانا خبر عاجل، كارثة بتحصل، والآن ممكن نتواصل مع مراسلتنا عشان نعرف أكثر منها. ألو مها، ألو ألو، تسمعيني؟ نعم عزيزتي دنيا، بالطبع بالطبع. سنتوجه الآن إلى بعض شهود الكارثة لنعرف رأيهم بها. هذه كانت تلفزيون؟ نعم. طب هو شايفني ولا إيه؟ نعم، إنه يراك بوضوح. نعم.